بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع مع درس أسماء الإشارة. أسماء الإشارة هذا وهذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ذلك، تلك، أولئك. فما الفرق بين هذه الأسماء؟ هذا تلميذ، التلميذ مفرد مذكر، فهذا اسم إشارة للمفرد المذكر. هذه معلمة، المعلمة مفردة مؤنثة، هذه اسم إشارة للمفردة المؤنثة. هذان طالبان، هاتان معلمتان. لاحظ معي، هذان طالبان، طالبان مثنى مذكر، معلمتان مثنى مؤنث. إذن هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث. هؤلاء تلاميذ، هؤلاء تلميذات، تلاميذ جمع مذكر، تلميذات جمع مؤنث. إذن هؤلاء للجمع العاقل. طيب، ولو قال لي أحدكم كيف نشير إلى غير العاقل؟ نشير لغير العاقل باستخدام اسم الإشارة هذه، سواء كان غير العاقل مذكر أو مؤنث، جمع مذكر أو مؤنث. مثل هذه أقلام، أقلام جمع مذكر غير عاقل. هذه قصص، القصص جمع مؤنث غير عاقل. أسماء الإشارة التي تناولناها هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء للقريب. وهناك أسماء إشارة للبعيد مثل ذلك وتلك وأولئك. لاحظ معي هذه الأمثلة، ذلك قمر، تلك سماء، أولئك لاعبون، أولئك لاعبات. فما الفرق بينهم؟ ذلك اسم إشارة للمفرد المذكر، قمر مفرد مذكر، تلك اسم إشارة للمفردة المؤنثة سماء، أولئك اسم إشارة للجمع البعيد. ملخص الدرس: أسماء الإشارة هي أسماء محددة تدل على مشار إليه، وهي نوعان: للقريب هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، وللبعيد ذلك، تلك، أولئك. لاحظ أن ما بعد اسم الإشارة يسمى مشارا إليه. والآن مع التدريبات، أكمل باسم الإشارة المناسب: الرجلان محترمان، الأشجار مفيدة، تلميذتان مهذبتان، المهندسون ماهرون.